الاتحاد. اليوم انت لك مهرجان منزل بوزلفة، لو كانت تعطينا فكرة على حال أجواج. مرحبا بكم الساعة الإذاعة الوطنية قناة حنمان، تونس الرقمية، زاد تونس الرقمية، كل الإذاعات، كل خيال الصحفيين والصحفيات، باهي أنا حمد الغراري مدير تنفيذي البرنامج مهرجان منزل بوزلفة في دورته 56 لسنة 2022. اليوم الافتتاح حكم تشوفوا عملنا هذا معرض للصناعات التقليدية والحرفيين والحرفيين. بعد الافتتاح عنا مسابقة تشوفوا كل واحدة مسابقة أبرز الحرفيين، معنا كلهم تبارك الله خدمة باهية، نختاروا متوجين ثلاثة إن شاء الله باش يكونوا الأول والثاني والثالث. بعدين عنا سهرية مع باند محلية، باند ريان الخويلدي عند فران، إن شاء الله بإذن الله عاملين شوية مانيج للصغيرات باش وليداتنا تلعب كيما الكبار يستمتعوا ويشريوا بعض الصناعات التقليدية، بزادة صغار عندهم مجال للفرجة والشباب عندهم مجال للسهرية. بكرة عشنا إن شاء الله باش نزيدوا نحفلوا إن شاء الله منزل بوزلفة كيما شفتوا من وسط البلاد، نجيو بالفرسان العربي معنا بالحصننا وبالخبار وباللباس التقليدي تاع الفرسان، وبعدين نجيو لهنا كيف كيف نعملوا سهرية مع عمو سهيلة اللي هي سهرية للصغيرات دي ماسكوت وتنشيط للصغار. نهار السبت إن شاء الله رب سهل عندنا زاد تكريم المرأة، عيد المرأة 13 أول، عندنا كنا مسابقة حرفي بضوة ومسابقة حلويات. نهار عيد المرأة فما مسابقة رسم موضوعها حرية المرأة، ونهارتها إن شاء الله في عيد المرأة باش نتوجوا التسعة فايزين، الثلاثة في كل مسابقة الأول والثاني والثالث. بعدين إن شاء الله بإذن الله باش نزيدوا نكرموا بعض نساء منزل بوزلفة فاعلين في المجال التطوعي. نهار الأحد إن شاء الله نهار سبت عندنا سهرية نسائية اسمها نساء ونصف، سهرية تاع فن ملتزم فيها شعر فممكن راكم عندكم عليها فكرة. هذا حد إن شاء الله عندنا العرض الصوفي للدهلاسيات، عرض لسي محمد المسكري باش يتم عرضه إن شاء الله في قاعة أفراح بلدية منزل بوزلفة. ثم نهار الاثنين إن شاء الله عندنا ترتيحة لوليداتنا باش خاطر عندنا إن شاء الله جماعة جي سي إي، مجموعة جي سي إي الغرفة الفردية، وعندنا الهلال الأحمر التونسي، عندنا برتقال الزهور منزل بوزلفة، وعندنا كذلك نادي الوطن الصغير، جمعية الأرتيست اللي أنا رئيسها اللي تبنتها الظاهرة هذه بالاشتراك ومساهمة بلدية منزل بوزلفة والمندوبية الجهوية للثقافة. نرجعوا نهار ثلاثة إن شاء الله 16 أوت مع مسرحية شمشون ودليل. مسرحية شمشون ودليل الاسم اللي الأعداد الكل مستغرب رأي شمشون إسرائيل سالج ودليل هي فلسطين. المسرحية طعنة بالقضية الفلسطينية لتحرير الصين. نهار ثلاثة نهار الأربعاء 17 إن شاء الله عندنا سهرية مع مسرح الهوات، مسرحية ميساج، مسرحية بتاع فكاهة عاملينها وليداتنا من منطقة الرقاب. نهار 18 إن شاء الله نهار الخميس يكون الاختتام مع فيلم في عينيا ريغارد موال لنضال السعدي. مرحبا بكم مشكورين، ومرحبا بالناس كل اللي يحبوا يتفرجوا.